السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنبدأ مع بعض درس جديد ودرس الضرب المتكرر في نون للصف الأول الإعدادي للترم الثاني. درسنا قبل سابق في المرحلة الابتدائية الضرب المتكرر، بس كان في الأعداد الصحيحة، يعني مثلا كنا بنقول إيه 3 أس 4. خد بالك معايا ننطقها إزاي، 3 أس 4 دي معناها إيه؟ معناها إن التلاتة اتكررت 4 مرات بالضرب. أنا التلاتة اتكررت 4 مرات بالضرب، يعني دي 3 أس 4، يعني 3 في 3 في 3 في 3. طبعا التلاتة هو ده الأساس بتاعي، والأربعة كنا بنسميها الإيه الأس، يبقى 3 أس 4 بتساوي 3 في 3 في 3 في 3. نقدر بقى إن إحنا اللي كنا بنعمله في الأعداد الصحيحة نقدر نطبقه في الكسور الاعتيادية، الكسور العادية بتاعتي. فمثلا لو عندي الكسر ده 2 على 3، الكل أس 4، دي معناها ايه؟ ان 2 على 3 اتكررت 4 مرات بالضرب، يعني 2 على 3 في 2 على 3 في 2 على 3 في 2 على 3. طب ناخدها واحدة واحدة كده تاني. اهي انا جبت 2 على 3 الكل أس 4، فكتها عبارة عن ايه؟ 2 على 3 في 2 على 3 في 2 على 3 في 2 على 3. تيجي ناخد البسط كله مع بعض ونضربه، يبقى البسط كله خد بالك كده 2 في 2 في 2 في 2، والمقام 3 في 3 في 3 في 3. يعني معنى كده، بص كده معايا في البسط، الاتنين اتكررت كم مرة؟ 4 مرات بالضرب، دي معناها 2 أس 4. طب والتلاتة اتضربت في نفسها كم مرة؟ 4 مرات، دي معناها 3 أس 4. يعني معنى كده، بص كده معايا، يبقى 2 على 3 الكل أس 4 بتساوي ايه في البسط؟ 2 أس 4 في المقام تحت 3 أس 4. ناخد مع بعضينا كده قاعدة عامة اللي احنا بنقوله ده، هتقول ايه بقى القاعدة بتاعتنا؟ بيقولي اذا كان ألف على ب ده عدد نسبي، نون عدد صحيح موجب، فإما ألف على ب الكل أس نون بتساوي ألف على ب في ألف على ب في ألف على ب إلى ما لا نهاية، حيث أن ألف على ب دي متكررة كعامل نون من المرات، يعني على حسب نون هو يديها لك، متكررة 3 مرات 4 مرات 10 مرات زي ما هو يديك. بص بيقولك بتقرأ إيه بقى؟ ألف على ب أس نون، أو القوة النونية للعدد ألف، ألف على ب. أي أنا بقى القاعدة بتاعتي هي اللي أنا أخدتها من الجزئية الأولانية، ألف على ب كل أس نون بتساوي ألف أس نون على ب أس نون. ناخد مثال كده توضيحي، بيقول لي 2 على 5 الكل أس 3، دي معناها إيه لما نيجي نفكها زي ما لسه قايلين، إن 2 في البسط 2 أس 3 في المقام تحت 5 أس 3. طب يلا بينا نفك ال 2 أس 3، دي معناها إيه؟ 2 في 2 في 2، 2 في 2 ب 4 في 2 ب 8. طب المقام تحت 5 أس 3، دي معناها إيه؟ 5 في 5 في 5، 5 في 5 ب 25، في 5 ب 125، يبقى الناتج بتاعي كام؟ 8 على 125. طب بصي اللي بعديه، 7 من 10 الكل أس 2. طب ناخد 7 من 10 دي ليها صورة تانية، اللي هي 7 على 10 الكل أس 2. أخد البسط بتاعي لوحده والمقام لوحده، البسط تبقى 7 أس 2 والمقام 10 أس 2. طب يلا بينا، في البسط فوق 7 أس 2 يعني 7 في 7 اللي هي 49، المقام 10 أس 2 اللي هي ايه 10 في 10، 10 في 10 ب 100، يبقى الناتج بتاعي 49 على 100. ناخد كده مع بعض ملحوظتين هيفيدوني في حل اي مسألة. اول ملحوظة بتقولك اذا كان الف على ب عددا نسبيا، فان الف على ب الكل اس صفر بتساوي 1. طبعا الف لا تساوي الصفر، بس ركز كده معايا ان بيقولك اي عدد، اي عدد نسبي او غير نسبي، اي عدد الاس بتاعه صفر هتساوي ايه 1. اي عدد نسبي الاس بتاعه صفر بيساوي ايه 1. اعطينا بقى امثلة، بيقول لي 5 أس 0 هتساوي 1، سالب 3 على 7 الكل اس صفر هتساوي 1. انت مغمض عينك كده، اي عدد نسبي الاس بتاعه صفر هيساوي 1. ملحوظة تانية بقى، بيقول لي اذا كانت الف عددا نسبيا،
وميم عددا صحيحا موجبا، فإن انا دلوقتي ادي الف بتاعتي ديت، ده الاساس بتاعي، بيقول لك الاساس بتاعك دوت انا اعتبره بالسالب، هنا سالب الف والناحية التانية برضك سالب الف، قص ميم، الكل قص ايه؟ ميم. لو ميم دي عددا زوجيا ايه اللي هيحصل؟ بالسالب. لو ميم دي عددا فرديا ايه اللي هيحصل؟ السالب. طب نشوف اول واحدة، لو ميم دي عددا زوجيا، بيقول لك لما تبقى عدد زوجي السالب بتاعك ده هيطير خلاص اكنه مش موجود. ازاي؟ ناخد مثال ونفهم منه. بيقول لي سالب نص الكل اس 4، خلي بالك الاربعة دي عدد ايه؟ زوجي. طب ماشي، طب نيجي نفك سالب نص الكل اس 4، دي عبارة عن ايه؟ سالب نص في سالب نص في سالب نص في سالب نص. يلا كده نضرب السوالف في بعض الاول، السالب في سالب بموجب، والسالب في سالب التانية بموجب، يبقى كده الناتج هيتعوض بالايه؟ بالموجب. طب نبص للبسط، واحد في واحد في واحد في واحد بايه؟ بواحد. نبص للمقام، اتنين في اتنين في اتنين في اتنين، اتنين في اتنين باربعة، في اتنين بتمانية، في اتنين بستاشر، يبقى الناتج بتاعك هيطلع ايه؟ واحد على ستاشر. خلي بالك الناتج بتاعك ايه؟ طلع بالايه؟ بالموجب. بص كده معايا، بيقول لك بقى لو سالب الف اهي الكل اس ميم، بس قال لك خلي بالك ميم هنا مالها؟ عدد فردي. ميم عدد ايه؟ فردي. قال لك هيحتفظ بالسالب زي ما هو، السالب هيفضل موجود في الناتج زي ما هو، يعني سالب الف اس ميم بتساوي سالب اهي تفضل زي ما هي الف اس ميم. ناخد مثال كده اهوت، بيقول لي ايه؟ سالب نص الكل اس 3، كل اس ايه؟ 3. تعال نفكها مع بعض، يبقى سالب نص في سالب نص في سالب نص، سالب في سالب بموجب، الموجب في سالب بسالب، يفضل السالب زي ما هو موجود. طب يلا بينا نبص في البسط بقى، واحد في واحد في واحد بيدينا واحد. طب المقام، اتنين في اتنين في اتنين بكام؟ بتمانية، يبقى كده سالب 8. ماشي يا شباب؟ يبقى كده لو ألف عدد نسبي ومين ده عدد صحيح موجب، فإن لو الأساس بتاعك سالب، الأساس سالب والأس بتاعك عدد زوجي، يبقى الناتج هيطلع بالموجب. طب تاني، لو الأساس بتاعك سالب والأس بتاعك عددا فردي، يبقى الناتج بتاعك هيطلع بالإيه؟ بالسالب. ناخد مع بعض أمثلة بتوضح لي المسائل دي. أوجد في أبسط صورة، 2 على 3 الكل أس 2 في 9 على 4. خد بالك بقى، أنت مش هتقدر تتعامل مع المسألة خالص غير لما تطلع كل حاجة من تحت الأس بتاعها ده، هو الضرب المتكرر بتاعك دي، يعني 2 على 3 الكل أس 2 لازم تطلعها بقيمتها وبعد كده تبدأ تحل مسألتك. طب 2 على 3 الكل أس 2 دي معناها إيه؟ إن في البسط بتاعك دي عبارة عن 2 أس 2، في المقام 3 أس 2. طب يلا بينا كده البسط، 2 في 2 ب 4، والمقام 3 في 3 ب 9، يبقى 2 على 3 الكل أس 2 دي بتساوي كام؟ 4 على 9. طب يلا بينا بقى نحل مسألتنا، يبقى 2 على 3 الكل أس 2 بتساوي 4 على 9 في 9 على 4. نبدأ بقى نختصر بسط ومقام مع بعض، في الآخر الناتج هيساوي كام؟ هيساوي 1. آخر مثال معايا، بيقول لي إذا كان س بتساوي سالب نص وص بتساوي ربع وعين بتساوي 4، فوجد القيمة العددية للمقدار ما بين أقواس، قال لي س زائد ص الكل أس 3 في عين أس 3. فأنا لما أجي أبدأ أحل المسألة بتاعتي وعايز قيمة عددية، يعني أنا هشيل كل الرموز اللي عندي وأحط قيمتها لإيه؟ العددية. يعني س هشيلها وأحط مكانها سالب نص، ص هشيلها وأحط مكانها ربع، عين هشيلها وأحط مكانها 4. يبقى كده معايا، هنفتح أقواس مع بعض، يبقى سالب نص زائد ربع الكل أس 3 في 4 أس 3. أحل اللي بين الأقواس الأول وبعد كده أبدأ إيه؟ أشوف الضرب المتكرر بتاعي أهي، اللي هي سالب نص زائد ربع. طبعا عشان أجمع كسرين مع بعض لازم بأوحد المقامات، أوحد المقامات على 4، بقت النص ديت اللي هي سالب 2 على 4 زائد ربع الكل أس 3 في 4 أس 3. أبدأ أحل لسه بين الأقواس، يلا بينا كده، يبقى سالب 2 على 4 زائد ربع هتدينا ايه؟ سالب ربع الكل أس 3 في 4
على 3 في 4 أس 3 بتساوي. يلا بينا كده. السالب طبعا بتاعت سالب ربع كل أس 3 هنا العدد ايه؟ الأس ماله؟ فرجي. يبقى السالب هتفضل ايه؟ محتفظة بيها، يبقى السالب بتنزل. الربع بقى 1 أس 3 والأربعة تحت في المقام 4 أس 3 في 4 أس 3 طبعا اختصر بسط المقام. الأربعة أس 3 بتروح مع الأربعة أس 3 يبقى هيتفضل لي سالب 1 أس 3. طبعا 1 أس 3 اللي هي بتساوي 1 يبقى هيتفضل لي ناتج ايه؟ سالب 1. أخيرا بقى سؤال للمتفوقين، والسؤال بتاعي معي بيقول بدون فك رتب الأعداد الآتية ترتيبا تصاعديا. تاني، بدون فك رتب الأعداد الآتية ترتيبا تصاعديا. 2 على 3 الكل أس 2، سالب 2 على 3 الكل أس 3، سالب ثلث الكل أس 2، سالب تلت الكل أس 3. وبكده يبقى احنا انتهينا من درسنا النهاردة اللي هو الضرب المتكرر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.